بصراحة عمرك كنتي باغية تكوني مشهورة وتخرجي للزنقة يشوفوك الناس ويعرفوك؟ عندك هاد الهاجس حيت كاين شي ناس ما عندهمش غرض أصلا بالمهنة، كاين اللي عندهم غرض بالشهرة. أنا لا، أنا ديما كنت كنقول فاش كنت كنقرا في المعهد كان كيقريني الأستاذ عفيفي الله يرحمه، وكنت كنقول ليه عرفتي ما كرهتش نكون ممثلة وما كيعرفني حتى شي واحد. ديما كنت كنقول هاد الجملة هادي، كنقول ليه ما كرهتش نكون كنمثل ولكن كنخرج الزنقة كنعيش عادي ما كيعرفني حتى شي واحد. دونك ما عمرني زعما ما مثلت حيت بغيت نتشهر، العكس انا مثلت حيت من صغري وانا كنبغي التمثيل، حيت درست التمثيل داكشي علاش مثلت وحيت كنبغيه، مي ماشي على قبل الشهره. كاين اللي العكس، كاين اللي كيبغي واللي مشهور كيقول شنو ندير نمشي نمثل عاد كيقلب على شي حرفه كتأدي للشهره.